ذولا عبالهم انت يا عمي سامر. شنو عمك سامر احسن من عندي؟ بس هو عنده تجربه؟ أنا تجربتي اقوى من تجربه عمك سامر. اقول لك بلك تطلع بالتلفزيون وامك تشوفني وقلبها يرف علي وتصالح وياي. يتفضل كابتن سامر بالحديث عن تجربته. هذا أبوي. وروح لأبوي هاي أول مرة يصفقون بحياتي إلي. إيش قد حلو من واحد يصفق قلبي يصير هالكبرة. عذروني شوية صوتي يعني تعبان من هالقد ما أصيح على كرومي. هذا كرومي الصانع مالكي مخه ثقيل. الأخ قال لي تفضل أستاذ، يقصد تفضل أسطى، لأن أني فيتر مال سيارات. أحكي لكم على تجربتي، تجربتي كلش كبيرة. أنا عشت بعائلة فقيرة مثل ما يسموهم أهلنا فقر، والفقر مو عيب. بس أنا سويت نفسي واشتغلت والحمد لله والشكر الآن. أبويا الله يرحمه ويرحم والديكم كان يسميني دتشا دبنك دماغسز. ليش؟ لأنه وكنت ما أحب الدراسة. يريدني أدرس يريدني أدرس، أنا ما أحب الدراسة. تاليش قرر يشغلني ويا عمي. عمي أسطى فايق، عمي أحسن أسطى ما سيارات، فيتر كبير إذا نفخ على السيارة تصلح. استلمني عمي فايق. شلون استلام؟ إذني شلعهن بالسبانة دق على ظهري. أنا كنت صغير لابس ذيك الدشداشة المخططة البازة وإلى أن علمني. وأتذكر هذا أخوي عامر شغلة ما ناسيها طول عمري، أنطاني برغي رقم 22. قال لي شوف عامر، هذا البرغي ما راح تنساه طول حياتك.